السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتم شايفين هاي البقرة وضعها كتير سيء، ضعيفة، ما بتحسن تقوم، بتاكل وتشرب كذا لكن ما بتقدر تقوم بصراحة. انتم شايفين كتير وضع سيء. طبعا هاي البقرة للتنسيخ بالنسبة للعلاج صعب جدا انه تعالج، لان ضعيف كتير وحامل، فحتى بتقومها ما بتقدر تقوم، يعني امورها شبه منتهية. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يعوض بالاحسن. لكن بقرة جدا تعبانة، أمورها سيئة مثل ما شايفين. والسلام عليكم ورحمة الله.